وشنو وقع اليوم؟ شنو وقع خويا اليوم؟ تفرقعوا ثلاثه فرارن اللي تفرقعوا. تخيل ثلاثه فرارن يتفرقعوا حدا ساكنه كبيره، راه ما بقاتش براه ما فيها 10 سكان ولا 12 ولا 300000 نسمه في جنابو، راه غيبقى غيقتل كلشي. هاد السيد الانفجار كان كبير اليوم. انفجار كبير، ماكو ما كانش كبير ما غايجيوش هاد الناس كاملين. راه ماشي اول تفرقيع، راه ديما كنسمعوا التفرقيع ديما وما كنجيوش، ولكن اليوم راه كان تفرقيع كثير بزاف. راه فران كاملين تهزولي، ولا كنعرفوا هو حقاني يجي دابا ويدخلكم تشوفوا شنو هو عدو لداخل. ها هي الصحافي، شحال من صحافي كاين دابا يدخل عندهم يشوفوا شنو هو. وكاينين ناس مسؤوله هنايا كتبيعنا اخويا، كاينين قيامه ديال الناس كيبيعونا. كاينين جمعيات وما كاينش جمعيات، هو كيقول لك جمعيات وما غير كيجيو ياخذوا الفلوس من عند الشاهد وكيمشيو بحالاتهم. هادشي اللي كاين. الناس قال لك بالنسبه مع العلم ان الشركه محكومه بالافراق. الافراق اخويا كاينه في التصاور، كاينه في الفيسبوك، اما بينهم وبين الحكومات بعطياتهم وداك الشيء العلم لله شنو كاين بين هذوك الناس. الافراق راه انا ملي كنت خدام فيها وانا كنسمع هاد الشركه غتحيي كنستافدوا من النوار، كانوا فيها شي خروقات ملي كنت خدام فيها. ما عندك باس ديما كيتفرق، باش ما عندك باس خويا ديما كيتفرق. على برا مسؤولين عليهم وعلى الدار. على سلامتك سمعتيني، وديما خويا تفرقي ديما تفرقي مع معامونس الدري ديما تفرقي، وانا ضارب مع معامونس عارف هذيك. واش شي ميني عند ما خدامش اللي كيصفي الدخان تقشيره، هو كيصور الزباب ديال الفلوس. الشيره دايره سيمات دايره 150 درهم ما كيقدش يركب. راه طل في داك الشيء ميني اخويا، راه ما مكملوش. راه خاصهم يصوروا داك الشيء ميني. تو حنا واحد الحاجه نقولك، متضرين من الدخان بزاف. راه ماشي دخان، راه كواريش هذاك كينزل عندنا في السطح. راه سليب بيات تكون ناشر وبيات يرجع كحل. وما بغاو يديروا معنا حتى حاجه، يشريو فينا. انا السطر ديال الحليب ما كيستافدوش منه الناس، وحنا ما باغيش نخدموا. وسفيان وحنا ما بقيناش باغيين نشارك، ما باغيين نخدموا لا والو. حنا باغيين يحيد لينا الشركه من هنا. برانا برا شو عوضني، خلي لنا الشركه انا درنا حديقه الحيوانات ورشاح. ياك هادشي سيبقاو يقتلوا فينا بلاش، حتى التيران ما بغيناش ياك، باش ما يبقاوش يقتلوا في الناس الكبار. ياك شو دابا خرجوا ثلاثه ياك، خرجوا ثلاثه والله خويا تطيحين تما شي 12 دايبين واحد على شي وحده. قال لنا بنادم باقي لداخل تيخرجوا فيها. دوق لي خويا الله يرضى عليك، عندهم ثلاثه البيبان. هاد الشركه ما حناتنا وما حنات الناس، وكاين اللي مات اخويا. والوره بلا ما نقول لك انا السي دابا، ماشي اليوم ماشي اليوم، تحرك كل واحد واش شي 15 واحد ولا 16 واحد اللي مات في هاد الشركه. ما فيهاش الفلترات وما فيهاش حتى السيكيريتي. بنادم شنو وقع اليوم بالضبط؟ اليوم اخويا عمرك شي خمسه تفرقيعات، تفرقيعات اليوم بزاف، ماشي بحال التفرقيعات اللي ديجا كيضرب، حتى ذاك اللي كيضربوا ديجا، المهم حتى هما كيخلعوهم وكذا. ديال اليوم بزاف والله حتى بزاف. شنو الضربه الاولى كيضرب عرفت شنو؟ انا وليت حق رب وليت كندعى الله قسما بالله، والله كندعى الله صافي التاشر صافي. ما حسيت براسي براسي تا واش بيجي كنجري قدام الباب. علاش؟ حيت خدام فيها واحد الدري قدامنا، الدري خدام فيها قدامنا جارنا، راه خرج لها عقل محروم من وجهه يده. جينا عندهم بحال هكا، جينا عندهم بحال هكا، بغينا نعرفوا شنو هو. مسؤولينش عليهم علاش اخويا؟ علاش؟ اش يقولوا؟ لا صبروا، ما كاين راه ما كاين والو، بقينا حنا بقينا صابرين. تخرجوا جوج دراري، جوج دراري خرجوهم مساكن عرفت شناهو الهضره كاع ما قادرين يهضروها. فمو فمو محروق بلاصه صافي. المهم حنا متاكدين باقيين ضحايا لداخل، باقيين متاكدين باقيين ضحايا. ثلاثه الاصابات والضحايا ما عرفتش. قال لك الزحلاني خرجوا لنا جوج 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 شفناها. اشرف ثلاثه الضحايا، ثلاثة 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 لح الحوايج بيل ديالك، بيل ديالك بيل كتشرب كتنشرو بيان بيل جي صباح سوسو سطك سطك يطيح من حولية اخويا. اش نقول سير اخويا الله يتهلك لنا معاهم سير اخويا سير اخويا باقي سمع دابا حاليا شنو مشى ندوز على صاحبي والله تعقل ديالك شبعان اصلا وردخن كار الله يعفو على اي واحد ردخن كار وما تدخلش من خدمة الشارع اصاحبي ما صلينا في شي الله. مرحبا قهز معك هز المايك، شنو وقع اليوم بالضبط؟ اخويا راه الناس كاين انت كيسمعوا التفرقع ماشي اربعه التفرقع
ربيعات ولا خمسة. الناس راه تصورت صدمة، واحد الصدمة المشروع دابا اللي يجي حدا الوزين هنا، الناس راه خارجين كلشي كيتغاوطوا برا كيسحبوا المشروع غيمشي بحال. الانفجار كان قوي كما قالوا الساكن، الدراري الصغار خارجين كيتغاوطوا، العيالات كبار رجال كبار، حنا راه تصدمنا والله العظيم، تصدمنا. دابا راني 6 سنين وانا ساكن هنا، والله العظيم كنقول غدا بعد غدا راني نمشي نتحول لهاد المشروع. اش كاينين شي حوايج اخرين غير الانفجار، الدخان كتعاني منه؟ تفرقع مره اخرى ثاني الناس يا قبل عشان تفرقع. السلام عليكم. الناس راه لا اله الا الله، اذا نشتا والحاج ولنا لوزين من حدانا، هنا راه كرفس عباد الله. الدراري مراض، دريات انا بناتي جوج مرضوا ليا دابا بالحساسيه. تصور كندوزو من هنا بالليل، كندوزو انا وهاد السيد، راه ما كنقدروش ندوزو بالله، هما ما كتشوف والو قدامك.